لمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعيه الاورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اهلا بك معنا. تحالف وطني للعمل الاهلي، ما هي هذا التحالف وماذا يقدم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هو تحالف من 24 جمعيه ومؤسسه اهليه، وهي كبرى الجمعيات والمؤسسات الموجوده في جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه على مستوى الجمهوريه. جت الفكره في شهر فبراير 2022، طبعا بمناسبه ان العام 22 اللي اطلقه سياده الرئيس هو عام المجتمع المدني. والفكره جت من خلال ان احنا لازم نشتغل مع بعض، وهي فكره التشاركيه ما بين هذه المؤسسات، وبناء قاعدة بيانات قوية يعتمد عليها أعضاء التحالف الوطني، هدفها عدم تكرار تقديم المساعدات لنفس الأشخاص. إحنا في جمعية الأورمان ومن خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنقدم جميع الأنشطة بالمجان، سواء كانت أنشطة صحية أو أنشطة تنموية أو أنشطة موسمية. بننظم كل اسبوع معرض ملابس او معرض اثاث يوزع مجانا 100% على الاسر الاكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهوريه. من الناحيه الطبيه بنقدم قوافل طبيه من خلال التحالف الوطني واعضاء التحالف الوطني بصفه. طيب يعني استاذ محمود، افهم من كلام حضرتك فكره التشاركيه والانتشار على مستوى المحافظات. هنا ارى في الخبر المشاركه مع جمعيه الاورمان، وبالتالي يعني تقديم مبادرات وبيستفيد منها الاسر الاكثر احتياجا في عده قرى في مركز كفر صقر، في هذه الحالة في محافظة الشرقية. أسألك عن هذه التشاركات مع عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات مجتمعية. احنا طبعا في جمعية الأورمان بنعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. التحالف الوطني للعمل الأهلي بيكثف جهوده من خلال أعضائه المنتشرين على مستوى الجمهورية. احنا طبعا من خلال أنشطة الجمعية بنقدم كل الأنشطة وكل المساعدات مجانا 100%. كنا في قافلة مشتركة لجميع أعضاء التحالف في محافظة سوهاج الأسبوع اللي فات ده، قدمنا فيها كل حاجة سواء كانت قوافل طبية أو مساعدات غذائية أو دعم نفسي أو مشروعات تمكين اقتصادي. عندنا على الأرض تقريبا أكثر من 220 ألف مشروع تنموي صغير يسلم للمستفيدين مجانا 100%، بيتم متابعته، بيوفر المشروع على الأقل فرصتين عمل. النهارده لما بنقول العام 22 عام المجتمع المدني اللي أطلقه سيادة الرئيس، بنقول التحالف موجود من خلال مؤسساته، موجود على الأرض، وإن شاء الله مكملين. عندنا كل أسبوع إن شاء الله قافلة كبيرة مجمعة في كل محافظة، هنجوب كل محافظات مصر إن شاء الله من خلال أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتشاركية بين أعضائه. نعم، عظيم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.